قالك احنا خدام ولا احنا مسلمين ولا احنا مثلهم. الزر قالوا انتوا خدام وانتوا شحاتين واحنا الاشحات واحنا اعزز الناس. عازين نفوسنا في بيوتنا داخل لنا اقربنا بيد يدينا للانسان. باتريكات نطلب طلبة مع معانا في الاخر اللي احنا حاجة ونحن نشارع هون وانا كان بيتنا كياها منين اذا كنا نسوني مشو والله خدم ما لنا شحكم لا في قبيلة ولا مو فوق 100 ما قالوا الطم والخادي اذا خادي ما لش قال الخادي احنا مسمينا خدام مسمينا احنا مشردين ولا كأن احنا موجودين خالص ما بينا مش في الوجود ايوه بعدين كنا احنا في الشارع انا واختي بس في هذيك اليوم خرجنا في ربشة وهذا كان يعني في وقت شغل خرجنا بعدين رحنا نشتغل يعني العصر بعدين كانوا مفرشين موز وفواكه وتفاح قلنا له بعد العربية بنكنس قام قال ما شبعتش يا خادمة بنت الخادم واخي جاء متعصب قال له عطيك حتظنط علينا يعني ضربوه هذا شوية وما فيش حاجة وخبيرتي الثالثة بعد احنا وكان في عيال هذا كنا بنتضارب كان في كل عشرة 11 على واحد واحنا بنستلقي وهذا قطعنا اخي والثاني عجيوه في بالجنبية الذي كان لاختي وجرت حملات يا اخي تسحبه على اساس ما يطعنش اخي فوق الذي طعنا الاول سحبته على طول شلال الجنبية وهرته لما شعط هذا يعني ما شاكلها الوريد بعدين كانت هذا كسح خلاص حطت في الشارع يعني خلاص دوخت كانت قالت يا حدا قلت لاني ايش قالت مشتش اموت وفي هذا الكلام نوقف سيارات ويا ناس ارحمونا يا ناس هم ولا واحد يعني ولا واحد نازل الفت علينا ولا بعد اختينا لمشيش فعل الجمهوري دخلنا كنا نقول لهم ارحموهم بعد عن تحاكم قالوا من فعل هكذا بنقول لهم ارحموهم رجعنا في مصححنا والدخاترة والأساكر حتى ما حصلناش أمر منهم هذا كسا حتى لو كانوا صح يحبوا الرحمة هذا كسا على طول عشلوهم وداخل العمليات ولا حتى أنا الأقل عيعبروا منهم ناس يروح الواحد يزور كل التخات تشحات وتطبق تشحات التخات خادم وتم قصة
امن ولا لنا قيمه عند عبدتهم. والله ضبحون والله لنا سحطون وكل شيء سحنا على عبدتهم داخل مجنن. قلنا احنا بدي لذي العيش انا عازلنا فوسنا في بيوتنا الحق الله احصل لنا نبدي ولا لنا اللي يسحطوا ولا لنا اللي يطلبوا. والحاكم حاكمه؟ الحاكم هو يحكم هو يوصف سواء. الكبير والصغير والضعيف والمسكين كله يروحوا هنا. ما فيش قلوبهم رحمة لا محكمة ولا نيابة ولا من العاصمة ولا أحد والذي كسع يفعلوا لنا أمان مش يخلونا مفاذين في الشارع. تكون تمشي في الشارع واحد الله يا خادم يا بنت الخادم لكن ما فيش لنا قيمة. لكن ما فيش لنا أمل. أول مرة أول البداية قالوا لي اثنين شباب بعدين جالس مستقيم قدام المغرب يعني بالباب بعدين حامل بالبنت اللي فلت لي من داخلي بعده هو قال لي اشترخي طبيعيك وهذه اشترخي طبيعيك وليش يكون خبركم ثاني قلبتولوني يعني احنا ماني مانيش حقق خبر هذا لو كنا حقق خبر هذا فتن احنا هنا وهيك بعدها قال لي خلاص قال زوجك ما هلو شديه وهذه 500 لي قلت له ماشيش 500 خليه يروح بعده كذا ها الشال يعطفنيها ويخبطني بحجري وانا بالظاهر بعدين انا قمت بكي وهذا وفكر اذا حقي ذا ها وعور ما ذا حقي افتك رحتون ادورهم بالليل هذا ما لكم كذا ومتدورون وتشو يا كلم اهل العيال هذوم ليش ما تضبطوش عيالكم بلا تسرسار بلا ذا قوش قول لهم ما كذا فرخي طبيعي شنو نديلك 500 شنو نديلك يعني ما حصلتنش هلا تكون لذين المساكين قالوا هلا خادمة لحن متشاقل تنضبطوا عيالكم عيب روحنا نحن ببيت أجيتوا قبت مقشي السقف يعني مبعود بعدها نحن جينا نخبر وهذا رقموا لي أب هذا فكله ضحك وضحين بوقع قال الرقا ما قدرتش أعالجه راح هذا البيت هون حاولت يعني ما تهدو المشكلة لي قالنا لا قسي يضربنا هون أجينا قد قبيت قال بعد رجعنا قلنا بالشيخ قال لنا احنا الشيخ لم تنمش قصة السكتة شلون فسكن عزلت المنونة قلنا له ما تحكموش اللي هو غريب ولا اللي هو ما معوش ما معانا شلون معانا اي حاجة ولا عند الله احنا لا من حق بيوتنا ولا من شي نخبر عنه كنا شي نفوق العرس حقنا هنا وحقه قلنا خلاص هنا وحقه احنا من انفسنا يا شلون الراجل عاطف بعدنا اني وهذيك البنت وهذه مو نعمل لهم نقوم نحن من شارع قبا رعية كبار معاهم أخي ديانات معاهم حرارات معاهم ماطي هذا كله تحت أروضهم تحت إيداهم إحنا معنا التنكة ذيك بخمسة ريال نبيع قعدنا سرنا نشقد فلان من ذا أتنكات وهذا نقري على أنفسنا نبقوها لنا لا يدرسوا ولا يعملوا أي حاجة ولا والله العظيم نحن نقص قياع نقص غباب على ما حكم ربي سرحت سام من هذا المطر ضربني لمامو ما عقليناش نخبي لا خدام مغوطون احنا ما عادش يزهدوش لا بتنحرقنا ولا بتنميتنا مشردين مثل ما فلسطين احنا اول شيء حرقنا ثلاث مرات سووا الحريق ده قصبنا يعني شو احنا نخرج من الارض صحاب الارض الناس شمتوا بنا وسووا بنا الذي ما يشتغلش جالسين بدل الارض محاوسين احنا كلنا داخل بصندقه واحده احنا وجهالنا ومطبخ وكله داخل يجي الواحد لصلح مطبخ ولا حمام يقول له جيب 6-7 ألف من فين؟ هون عمالين احنا من اهل اليمن احنا من نوفيه ونشتي بيوت
ما نشتي الصنادق خالص، احنا نشتي بيوت نشين كلنا قايمة زي الناس. دار دارسي وانا مكاتب وانا تخرجنا من الجامعة، لكن ولا شحني على اساس ما مدري، بس انا شغل اتمنى ان احنا ندرس وان نتخرج جامعة وان يعني نحد امل نحصل، انا هذا امل لكن حصلنا شيء. اش ابني واش عيشة عيالي واش عيشة جهالي واش ارتاح لي ببيتي، يعني حور ببيتي ما حاش يقول لي لا خادمة ولا اي حاجة. نشاء احترام عرضنا ونشاء شرفنا ونشاء كل شيء، ولا حاجة كلمة احنا نتكلم حدا، نشاء شرفنا يبقي بس. والان نشتي الرئيس، ينصب احنا الرئيس، ينصب احنا الرئيس، ينصب احنا يجيب لنا اي شيء، احنا مشردين الصدق. استعباد مستعبدين احنا، استعباد بدل الارض الصدق، استعباد مستعبدين احنا وخلاص، وهذا اللي عنده قلته.